وعلى صعيد متصل، قال العميد عثمان محمد المتحدث باسم وزارة البيشمركة، قال إن الاجتماعات التي جرت بين حكومة إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية أثمرت عن إيجاد تنسيق عال بين الأطراف العسكرية، مبينا أن البيشمركة على أتم الجاهزية لشن عمليات مشتركة، مضيفا أن مناطق الفراغ الأمني بحاجة إلى عمليات نوعية مشتركة بدعم من التحالف الدولي. اجتمع السيد الرئيس الحكومة إقليم كردستان مع السادة وزير البيشمركة ووزير الداخلية. بعدها اليوم البارحة كان أكو اجتماع بين وزير البيشمركة وكافة آمري ألوية للقوات البيشمركة وكافة مسؤولي محاور للقوات البيشمركة. الآن بيشمركة حل حاضر وفي حال الاستعداد جيد، ونريد أن نتعاون أكثر مع القوات العراقية في ذاك المناطق الأمنية المشتركة الذي ما بيننا وما بين القوات العراقية، ونريد أن نبدأ بالعمليات المشتركة لكي لا يتمكن دواعش أن يثبت نفسهم في ذاك المناطق الذي طردناه منهم. اكو مناطق، يعني اكو مناطق ساخنه حتى الان، يعني نعرف الحدود الفاصله ما بين كركوك والموصل، الحدود الفاصله ما بين كركوك والتكريت، وايضا كركوك وديالى، وما بين اقليم وذاك المحافظات الشماليه للعراق. نعم، هذا المناطق ساخنة ويحتاج إلى العملية المشتركة ما بين القوات العراقية وقوات البيشمركة. نتوقع أن يزداد الهجمات، ونتوقع أن يزداد العمليات الإرهابية، خاصة بعد عملية العزيم الذي استشهد فيها 10 جنود وضابط، ونتوقع أن يزداد العمليات في المناطق الأخرى، لأن ذاك المناطق هي مناطق ساخنة ويحتاج إلى العمليات الكبرى، عمليات المشتركة ما بين القوات العراقية والبيشمركة، وأيضا نحتاج إلى أسناد التحالف.